بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الأذكار الستة. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: بعد التأمل والاستقراء وجدت أن الأذكار التي يوصى بالإكثار منها كما في الكتاب والسنة هي ستة أذكار. الستة الأذكار التي سأذكرها لكم الآن تعتبر هي رأس الحربة وسلاحك الفتاك في معركتك الطويلة مع الهموم والأحزان والأوجاع والأمراض والذنوب. الذكر الأول: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد. التزم به طوال اليوم وتستجد أنك في راحة وفي خير عظيم في نهاية اليوم. الذكر الثاني: كثرة الاستغفار. إذا ألهمك الله سبحانه وتعالى وأعانك في وقت فراغك على أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه فأكثر منها، فستجد النتائج حتما قريبة. الذكر الثالث: يا ذا الجلال والإكرام. والإكثار من هذا الذكر يكاد يكون من السنن المهجورة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا به، قال عليه الصلاة والسلام: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وألذوا معناها أكثروا والزموا. وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الاسمين لأن فيهما سر عظيم. يا ذا الجلال معناها يا ذا الجمال والكمال والعظمة، والإكرام يعني يا ذا العطاء والجود. ولو تغوص في معناها لوجدت أنك تثني وتطلب. تخيل أنك في اليوم تقول لله مئات المرات يا ذا الجلال، أكيد سيفرح الله بك. ومئات المرات تقول والإكرام، فالله يعلم حاجتك وسيعطيك. الذكر الرابع: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة، وقال عنها كنز من كنوز الجنة. لو أنك حافظت على الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله لرأيت من تدبير الله عجبا ولطفا وفضلا من الله ونعمة. الذكر الخامس هو دعاء نبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الذكر هو قاهر الأحزان وجالب الأفراح، فأكثروا منه. الذكر السادس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خذها قاعدة: العبرة والمنفعة والثمرة في الأذكار والأدعية والرقية تكون في الإلحاح والإكثار والتكرار والتدبر. على قدر إكثارك من ذكر الله تنال محبة الله، وعلى قدر إلحاحك في الدعاء تستنزل الإجابة، وعلى قدر تكرارك للرقية الشرعية يكون فتكك بالشياطين وطردك للسموم الحسد والعين وغيرها. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لكل خير. انشروا هذا المقطع ليعم الفائدة به. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.